مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين طلبتوا مني طريقة الرز اللي عملته في يوم العزومة عندي اني نزلت لكم طريقة لحمة الحنيد بس الرز ما نزلت لكم شيء الطريقة لانه كانت يدي فيها جرح والحمد لله الان اني طيبة الحمد لله شكر ربي وكمان دعواتكم لي تسلموا والله هنا شوفوا عملتكم الرز ما شاء الله حبة بحبة ومش بس الرز كمان عملت لكم دقاق دقاق حنيد لاني هذيك المرة عملت لحمة الحنيد واليوم عملته بالدقاق جدا روعة ومش بس كمان عملنا الليمونة حق عدن الليم الحامض اللي كمان بالدبة الدبة اللي شربوه في بعدن كله صح ولا لا خلونا بالمقادير وطريقة التحضير اول شي بنجهز تتبيلة الدقاق اللي هي عندي كركم وعندي كمان كزبرة وكمان عندي كمون كل شي من شوية شوية وعندي كمان بهارات السبع وكاري تمام انا استخدم كاري نيل وانتم تقدروا تستخدموا اي نوع كاري وعندي كمان لومي مطحون اذا ما فيش لومي اعملوا ملح الليمون ما فيش ملح الليمون عادي واكيد رشه من الزنجبيل واكيد كمان الملح وفلفل اسود طبعا الملح تاخذوا على على نص الدقيقه ملعقه صغيره ملح ممسوحه تكون والفلفل الاسود يعني ملعقه صغيره يكون اكثر اكثر حاجه من البهار لانه الفلفل حلو بالدجاج وكمان اضفت هيل مطحون ناعم تقريبا كده ربع ملعقه كل المقادير بكتب لكم اياها بصندوق الوصف وهنا عندي صويا صوص حلوه اذا مش متوفره عادي اعملوا يا عسل يا سكر مكرمل تكرمون السكر وتضيفوا له ماء زي الشيره اللي لونه عسلي كده وهنا اضفت صويا صوص مالحه بس هذه خطوه مش ضروريه وهنا حبيت ارويكم كرسي ست حشوره طبعا انا قصيره واكيد دوالي بالمطبخ عندي طويله حبيت اشارككم كده بس الفيديو الان بضيف صفار البيض اللي هو لونه برتقالي او الاحمر الناري زي ما نقول او برتقالي ناري كذا هذا اللي نستخدمه اللون لصبغه الزربيان عرفتوا اضفته يعطيها لون حلو اذا عملتوا هذه الطريقه شوفوا هذه الطريقه كثير قريبه لمندي الدقاق بقولكم لكم اياها يعني تحسوا أنها زي تشبه مندي الدقاق كثير اليوم الفيديو كثير حلو للمبتدئات او اللي عاده دخلت المطبخ او تتعلم فاني احب دائما انكم تبداوا من البدايه يعني يعني شوفوا قطعت الدقاقة اني يعني لانه حنيد بعمله كل واحد بقصدير حطيت كل جزء زي ما عملت بحنيد اللحم كل جزء من الدقاقة حطيته بقصدير بحطه تمام انتم بتشوفوا شوفوا الفيديو للاخر فحطيت الرجل لوحده الفخذ لوحده الرقبة لوحده تمام انتم زي ما تحبوا يعني وحطيت وقسمت الصدر نصين كمان واذا كان كبير قسموه حتى ثلاثة عرفتوا كيف الان خلاص بعد ما قطعت الدجاج بدات ابله تمام قطكم ضيفوا الزيت الان ضيفوا الزيت لكن اني نسيته بتشوفوا بعدين كيف اخي بيجي يساعدني وبيضيف معايا الزيت الان خلاص دعكوها تمام الدقيق عشان تتبل تمام وخلاص بعد ما تبلت الدجاجة بتبل البطاطا عندي شوفوا اخذت ايش اني اخذت حبتين بطاط يعني قطعتين نصين واخذت كمان بصل حبتين بصل قطعتين نصين قلت ايش حلو يجي مع اللام. يعني حلو خصوصا اذا معاكم اطفال البطاطا ترجع طريه والبصل طعمه لذيذ في في حنيد الدجاج طعمه لذيذ جدا اعملوا حاولوا انكم تطبقوا الوصفه زي ما نزلها بعدين انتم فيما بعد اذا حسيتوا انه في حاجه غلط ما عجبتكمش يمكن تستبعدوها لكن في البدايه اعملوا نفس ما اني اعمل لكم اياها اني ممكن تنقصوا بهارات ممكن تخلوها احلى من اللي انا عامله الان خلاص جبت شوفوا قصدير وجبت ورق زبده وبضيف ايش حبه مثلا الآن عندي دي قطعة من الفخذ حطيت له نص حبة بطاطا ونص حبة بصل ونفس كده مع الكل شوفوا كيف غلفت تمام بالورقة الزبدة بعدين بالقصدير على الجهة اللي تلمع ما تحطوهاش على الجهة المطفية الجهة اللي تلمع هي للفرن للأشياء الحارة والساخنة والجهه المطفيه هي لو بتحطونه بالثلاجه بالقصدير بتحطونه بالفريزر حطونه على الجهه المطفيه هذا يعني الفرق عشان انه جهه تلمع وجهه مطفيه شوفوا حطيت ورق زبده حطيت من كل شي قطعه واغلفه تمام تمام والتكرار يعلم الشطار معليش عشان آه ساعات المشاهدة عشان كذا اني مرات في اشياء اطول الفيديو فعشان ساعات المشاهدة تطول معايا اني اقول لكم الصدق يعني وبنفس الوقت اجلس اشرح لكم اني حبه دائما يعني جالسين نغلف شوفوا هنا نسيت ما احط الزيت اجا اخي جبت البخاخ الزيت وبدأنا نرش على حبات الدجاجة عادي شوفوا تحصل بأحسن البيوت يعني ما فيش حاجة الواحد ينسي بني آدم ينسي يعني فأنتم يعني يقولوا معلش تمام الله يسعدكم والله ايش اضيف الزيت مع انه الدقيق عملته بالجلد لانه الزيت هو اللي يحمره يخليه كذا محمره حلوه وحتى لو هي بقدر الضغط تقدروا تستغنوا عن الجلد يعني ما تعملوش بالجلد تعملونه بس دقيق عادي ما فيها شيء بس الزيت لا تستغنوش عنه لانه هو اللي يحمر الدقيقه خليته يتحمر هنا رصيته بقدر الضغط وضفت له نص كوب من الماء وطلعته على النار اول ما سمعت الصفاره نقصت النار وحسبت له 40 دقيقه الى 30 دقيقه يعني من 30 إلى 40. على حسب حجم الدقائق اللي عندكم، هنا عندي للرز غسلته تمام، انا استخدمت رز عنبر ونقعته بماء مغلي وملعقتين خل لمدة 20 دقيقة على ما اعمل الكشنة، هنا عندي ملعقة من السمنة وعندي كده حق زيت حق يعني قولوا اقل من الربع الكوب زيت، كده ذوبوه تمام مع ملعقة كبيرة السمنة، الان بضيف الزبيب وهو اختياري، ممكن تضيفوا مكسرات، اول ما تبدا حبة الزبيب كده تنتفخ وتسمن خلاص طلعوها انتبهوا تخلوها تحرق انتبهوا الزبيب بسرعة يحمر خلاص اني كده طلعت الحمد لله لحقتيه كانت اللي بتحرق بتقع سوداء نودا ، تحب الزبيب يعطي طعم حلو للزيت الان بضيف شرايح البصل استخدمت حبتين بصل وسط لاني استخدمت كوبين رز على الكوب الرز حبة متوسطة بصلة يعني كده احسبوا البصل خلو البصل مش يتحمر زي الزربيان لا يعني يقع كده لونه ذهبي فاتح كده يتشقر يتكرمل كده البصل خلاص ابداوا ضوفوا السبعه بهارات ضفت ملعقه صغيره من السبعه بهارات نزلت لكم طريقته هي اللي تعطي طعم حلو الصراحه للطبخ وهي اساسا بهارات الزربيان هي هنا اضفت اهم مكون وهي صبغه اللون او لون الطعام اللي هو صفار البيض هو اللي ممكن صفار الزعفران تستخدموه اني استغني مرات مش لازم تضيفوا بصل واضفت الملح وخلطتهم كده تمام الان الكشنه جاهزه خلاص تقدروا تستخدموها في الرز جاهزه الكشنه تقدروا كمان من غير بصل تعملوها وكمان التبخير تقدروا تبخروها وتقدروا ما تبخروهاش يوم العزومه اللحم ما بخرتيش بس اليوم بخرته لاني معي دقيق أحبهم مبخر الرز هنا الماء سلق الرز عندي حبه فلفل فلفل رومي بهارات صحيحه وملح وف وقرنفل يعني كل البهارات صحيحة حطوها لازم تنكوها ممكن تضيفوا ماجي كمان بس تمام تنكه الماء وغلل تمام الماء الان ايش باخذ كمان شرايح ليمون حطيت الليمون يعطي للماء الرز جدا روعة جربوه انكم تحطوا شرايح ليمون شرايح برتقال حطوا عادي خلاص بعد ما تنكه ماء الرز خدته اخذت كل اللي ضفته ما عدا الفلفل بعدين برجعه حاولت اني ابعدهم وضفت الرز وبخليه الان ينطبخ على اعلى نار ليش اخليه ينطبخ على اعلى نار يغلي عشان تتفتح حبات الرز وتطول شوفوا ما شاء الله الرز كانه كل وحده متزاعله من التانية اطول مني اني يعني شبر ونص هو أطول مني ما شاء الله تبارك الرحمن والله أحلى رز لما يكون على نار عالية ينطبخ لازم كذا يبغبغ عشان ينفتح والقدر يكون كبير الآن بعد ما انصلاق الرز كذا حسيت أنه طرى تمام خلاص صفوه وبدأوا يحطوه طبقة بنفس القدر ضيفوا طبقة من الرز والآن ضيفوا طبقة البصل كل طبقة البصل كامل أضفته شوفوا كيف اللون الرز شوفوا يفرق يفرق عن نحنا من صباغ من فوق يعني لما نحط صبغة كده بودرة من فوق يختلف اللون ولما نحطه نخلطه مع ماء يختلف ومع الكشنة يختلف الآن حطيت رشة من بهارات السبعة فوق وحطيت طبقة الرز الثانية آخر طبقة اللي يعني هي طبقتين لأني عملت كوبين رز يعني كأني عملت كوب من تحت وكوب من فوق عرفتوا بالوسط الكشنه كذا فردته تمام والان ايش بسوي في اخذت اني كميه اخذت كذا حق ملعقه رز وخلطته بنفس اللي حق الكشنه المقله عشان يعطيني هذا اللون شوفوا كيف ما شاء الله قلت لكم يفرق يفرق لما نعمل اللون بالكشنة أنا أفضل اللون بالكشنة يعطي لون فظيع زي حق المطاعم وأحلى كمان والآن بضيف الزبيب والعرق الفلفل ممكن ترجعوا الفلفل الرومي إذا تحبوه يعني عادي وهنا عندي ورق زبدة زي ما عودتكم أبلب ماء وأعصره واحطه على عشان ينكمر وحديده واخليه على نار هادئه لمده عشرين دقيقه وهنا تعالوا نعمل الليم الليم الحامض امان الليم الحامض كل واحد يعمل لي فلسفه فيبه تمام ما تتفلسفوش لو سمحتوا انا اخذته من طريقه واحد يبيع في عدن ولا شيء يعمل لي مسكر وماء لا ما يضيف لا حليب ولا كاستر بعضهم يضيفوا حليب وكاستر بعضهم اضافه الحليب والكاستر هذه من عندنا يعني ريتشي خليه ريتشي تمام ولا يضيفوا نعناع بقولكم اياها بس يضيفوا ليم وسكر وماء ونحن ويعملوا لنا اللي يشرب به عدن عدن كله تشرب فيه اسمعوا كمان افتحوا اذنكم عشان تعرفوا كيف الليم الليم اول حاجة لازم تبعدوا الاطراف شوفوا اطراف الليم من هنا ومن هنا تقطعوها ولازم تخرجوا القزي حق الليم النواة كذا الصغار هذولا تخرجوهم لانه هم اللي يخلونه النمر وحاجة تانية بقول لكم إيش اللي يخليه كمان مر لما تطحنوه كتير لا تطحنوش الليمون كتير أول شي بتشوفوا الآن بالفيديو قطعنا نفس كده أرباع بس قلتلكم بعدوا الطرف الأول اللي من الجنب والطرف اللي من جنب بعدونا تمام كده نضفوه بعدين بعدوه كده القزي حقه نحن نسميه النواة هذه حق ده نسميه قزي خلاص قطعته الآن بضيف ماء حسب الرغبة أنا ضفت لتر ماء وضفت عليه كده حق يعني حق ربع كوب سكر تمام وخليته ينخلط اول عشان يدوب السكر تمام اول شي خلطت السكر عشان يدوب لاني لما بحط الليمون ما بخلطوش كتير ممكن السكر ما يدوبش لانه الماء بارد الان بضيف الليمون وشوفوا كيف بعد بعد للعشرة، كيف بتعدوا للعشرة على أعلى سرعة تخلطوه، الآن بسم الله نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمان تسعة عشر، خلاص وقفوا وقفت شوفوا، الآن بعكس أنا عندي عكس، أخلق واحد اثنين ثلاثة على العكس بس انتم عشرة يكفي، لازم الليمون لما تقول صفوه، شوفوا كيف القشر يكون، يكون القشر مش مطحون، شوفوا كيف قطع، الآن بتشوفوا الآن ما باقي صفيه بالملعقة شوفوا كيف قطع مش مطحون اذا انطحن اعرفوا انه اللي مر مر امانه بذكركم بكل مر ايش ما مررتوا من مر فيه في الحياه فانتم لا تخلونوش لا تخلوش الليم مطحون كثير بس عدوا العشرة وقفوا خلاص واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبعة ثمان تسع عشر وخلاص وقفوا ما عاد تطحنوش زيادة صفوا والله احلى ليمون بارد برد برد يا عطشان والله شوفوا برد برد من يا عطشان كذا امانه يروي يروي والليم لازم يكون حلو اختاروا الليم يعني يكون نوعه حلو مش تختاروا الليمة ليمه قد يابسه لسنة سنه ونص يابسه لو اكيد عملته بالدبازه يا يسحب عدن قال لكم البايعين وحطته بكيس اسود وهنا عملت له فوتوسيشن جلست اصوره احسن من الفنانين اللي صوروهم جلست اصور الدبه هذه والان تعالوا ما شاء الله بعد عشرين دقيقه الرز جاهز العصير جاهز حقنا كمان الدجاج جاهز الحنيد والله ايش اكلتهم كانوا ياكلوا امانا ويدعوا لي نفدى لهم اصحاب البيت حقي هم بركتي وحياتي وعزوتي وكل حاجه بالصدق الاهل والس هم السند هم كل شيء ربي يسعدهم ويبارك لي فيهم يا رب ويحرسهم لي شوفوا ما شاء الله الرز كيف كل حبة بحبة وما شاء الله تعرفوا نجاح الرز انه يكون حبة بحبة ويكون طري بنفس الوقت الدهن حقه وسط ما يكونش لا زايد ولا ناقص كتير لانه اذا الدهن ناقص بيطلع ناشف الرز واذا كمان مش مستوي تمام الرز مش طري بيقع كمان ناشف يعني من اكلش لكن الحمد لله ما شاء الله الرز يجنن احلى من مليون مطعم ان شاء الله نفتح مطعم ونحن مطعمنا اساسا في البيت يعني نقدموه كده الأكل بحب والله أهم حاجة أنكم تقدموا الأكل بحب ما تطبخوش وأنتم متطفشانين وتصايحوا ومنكدين لأنه شوفوا بالأكل حقكم يوصل هذا الشيء يوصلهم أصحاب البيت تلاقيهم منكدين ويصايحوا وكله زيكم شوفوا ما شاء الله الحبة كيف طرية وتنهرس طبعا أكيد قدمته مع الإيش مع عشار العنبة عشار المانجا نزلت لكم إياها الطريقة وبحط لكم إياها آخر الفيديو طريقة العشار هذا جدا لذيذ مع التمر الهندي الحمار أو فظيع وهنا الدجاج ما شاء الله جاهز شوفوا كيف ينفعكم في العزايم ولا لا عشاء غداء عندكم عزومة وسهل جدا يعني أسهل أكلة إنه نفكر في بيت دجاج نعملهم لأنه يستوي بسرعة بس أنا كده خليته على نار هادئة أربعين دقيقة لأنه كمان الدقاق شوفوا عندي كبير هنا لكن مرات هو ياخد ثلاثين دقيقة خمسة وثلاثين دقيقة إذا زاد يعني أكتر أنا بس خلي خليته أربعين دقيقة لأنه النار كانت كده هادئة وهنا ما شاء الله شوفوا كيف تحميره كتير كتير يشبه المندي الأكل هذا يعني نقدر نقول مندي الكذاب نسميه جدا روعة أنا اشتكم تجربوه آه مرة جربوه أنكم تبخروه الكشنه ومره جربوا انكم ما تبخرونيش اني مره اعمله ببصل ومره ما اعملش ببصل بس اعمل زيت واعمل بهارات السبع واعمل الصبغه وبس خلاص يعني هذا بعدين احط الرز عليه كده وبعدين احطه على الرز كامل من فوق وفقط هذه هي طريقتي مرات مش دائما وما شاء الله شوفوا كيف البطاطا طريه شوفوا ما شاء الله تمام وهنا الدجاج اما انا شوفوا الدجاج كيف ابيض وطري مش ناشف انتم تقدروا قتلكم تبعدوا الجلد ما تعملوناش بالجلد لكن التحمير يبدا من الزيت السبب الزيت التحمير ما شاء الله شوفوا كيف مع العشار كذا كذا وتخلطوا كده كل المكونات هذه مع بعض تاخذوا كده بصله دجاج تقولوا بسم الله وتضربوا بالخمس والله من ألد الاكلات كانكم اكلتوها في مطعم هذه المطاعم اللي تروحوا لها تشتوا تاكلوا اكل يمني ومش عارفه أنتوا انت تقدروا تعملوها ببيوتكم باشياء انتم معاكم عارفين ايش حاطين فيها وكمان معلمي الحامض حق عدن حاجه جدا روعه هذا اليوم كان الفيديو اذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناه تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم وبالعافيه لي ولكم